ولا عندنا غاز ولا عندنا كهرب ولا عندنا حاجة. وده احنا من الصغار بصايح بنطعمهم ايش بدنا نسوي؟ بنعجر وبنخبز على الفرن على النار. وربنا يا رب يهدينا يهدي العرب يطلعونا. والله ما قبلنا قبضتنا تحت الطحين تحت الوكالة، هينا من الدور بناخذ من بعضنا. اللي عنده عب حب الطحين بيعطي الثاني. يطلعونا الشعب العربي، احنا مش زيهم؟ مش كنا أمة محمد احنا؟ مش كنا بنقول لا إله إلا الله؟ يطلعونا. وين اليمن؟ وين العراق؟ وين السعودية؟ وين سوريا؟ وين الأردن؟ وين مصر؟ وين الشعب العربي عنا وين؟ ليه ما يطلعونا؟ شهداء بالملايين، جرحى بالملايين. حرام عليهم يخلوهم اليهود يذبحوا فيهم زي كده. اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا، يا ناس اتقوا الله فينا يا مسلمين. اللي بيقول لا إله إلا الله يتق فينا. والله شفنا الويل، شفنا البر، ولا المي ما هي عندنا، ولا قعدنا نشحن مي من الدور. ولا في دور ما عندها المية. ولا مي 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 ولا حلو عندنا. تقريبا